اتجاه آخر، رافقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم كلا من الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبوسا والرئيس القبرصي نيكوس أناستاتياديس في زيارتهم إلى الكنيسة اليونانية وسط الإسكندرية. وخلال استقباله الرئيسين، أشار بابا الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية فيودوروس الثاني إلى أن مشاركة رؤساء مصر واليونان وقبرص في أسبوع العودة إلى الجذور يؤكد التعايش الاجتماعي والديني الذي تتميز به مصر. كما أهدى البابا فيودوروس الثاني الرئيسين القبرصي واليوناني ووزيرة الهجرة يوسام اللواء الأعظم من طبقة القديس مرقس.